احسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ووصلنا إلى باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، وذلك عندما يقل المطر ويحتاج الناس إليه، يسألون الله تبارك وتعالى السقيا، يسألون الله السقيا. ولا بد أن يتنبه لأمر، ألا وهو أن هذه الصلاة إنما تصلى في الوقت الذي يطلب فيه المطر، لأن هناك بعض الأوقات المطر قد يكون ضارا للناس، فلا يستسقى في مثل هذه الأوقات، وإنما يستسقى في الأوقات التي ينتفع بها الناس بالمطر، وتنتفع الأرض بالمطر، وتنتفع البهائم بالمطر، وهكذا. فهذا بالنسبة لصلاة الاستسقاء، وهي طلب السقيا، أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يسقى الناس. والطلب يكون بالغيث، أن يطلب الغيث ولا يطلب المطر، وإنما يطلب الغيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا. السنة اللي هي القحط، يقول ليست السنة، ليس القحط ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبتوا الأرض. يعني مطر لكن غير نافع، والمطر النافع هو الغيث. ولذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، ولا يقول اللهم أمطرنا، وإنما يسأل الله الغيث، لأن هذا هو النافع. وإذا قال الله تبارك وينزل الغيث، أي الشيء النافع الذي يستغيث الناس به. فالقصد أن طلب الاستسقاء أو طلب المطر وهو الاستسقاء سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فلو لم يفعل الناس ذلك لا يأثمون، ولكن محرومون عندما يمتنعون عن هذه الصلاة. وقال: وقتها وصفتها كصلاة العيد. صلاة العيد كما هو معلوم تصلى ضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وكذلك صلاة الاستسقاء تصلى في الضحى. وأحكامها كصلاة العيد، يعني أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر ست تكبيرات بعدها، وفي الركعة الثانية يكبر تكبيرة القيام من السجود إلى الركعة الثانية، ثم يكبر خمسة تكبيرات. يعني صفتها كصفة صلاة العيد، ولو صلىها يعني بتكبيرة واحدة في كل ركعة، يعني حتى صلاة العيد، تذكرون ذكرنا هذا، أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم.